ابني بطل وما بيخاف العدا، وان شاء الله ينعدوا الكلمة ويوقفوا ضد العدا، ما يخوفوهم، ابني بطل وسبع لرجال وقوي وما بيخاف منهم، وقف فتح لهم هيك خلهم تعوا، نحن الجيش، نحن دمنا للجيش. بهذه الكلمات ودعت والدة الملازم أول فراس الحكيم ابنها الشهيد في المشرف في علي، حيث كان الوداع مؤلما جدا على الأحباء ورفاق السلاح. كذلك لم يبقى لجدتي ابن المؤسسة العسكرية الشهيد عباس حكمة إبراهيم إلا هذه الكلمات ربما تشفي غليلها. الله لا يوفق كل هالوزراء اللي عم يخنون، الله لا يوفق، والله يحمي كل شاب لأمه. فبلدة شمسطار البقاعية زفت شهيدها وسط أجواء الحزن والحسرة. ومن شمسطار إلى سفينة القيطع في عكار، المشهد واحد والحزن يجمع عائلات شهداء المؤسسة العسكرية. هنا عائلة الجندي الشهيد أحمد سعيد أسعد تلقي النظرة الأخيرة على حبيب قلبها قبل الرحلة الأخيرة.